هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي. رقم 5 بهاء الدين عثمان. بهاء الدين عثمان. قلت ان شاء الله وجه المنتخب الوطني التونسي يتبدل الى الاحسن في هذا الشوط الثاني، والخمسة دقائق الاولى تاتي بهدف التعادل 1-1. هدف ثمين جدا. شوف الاعاده، تعدى الكره بهاء الدين عثمان. ماهيش براسو قبل موجود نضال بن سالم، ماهيش براسو للنادي الذي سفيقسي تمس طويل على الطريقه الانجليزيه داخل منطقه الجزاء والارتباك. النادي سفيقسي هنا في ملعب جرجيس المعاصر في طقس. للنادي سفيقسي كذلك اللعب الدولي، والكره تتعدى لكيكسلي ايدو لاعب لوبي ستارز النيجيري، افضل لاعب. يحاول اعتماد الهجمه المعاكسه والسريعه. يعرف النادي سفيقسي يعني هذا المدرب واللاعبين نتاعو بالطبيعه على مستوى مرحله الاياب، والكره ترجع في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي تخرج الى تماس. تماس لصالح النادي الرياضي سفيقسي. التاريخ حمزه المسلوط يلعب التماس لكينغستي ايدو. ايدو يحاول يعطي كره قدميه ترجع من الدفاع. دقيقه لصق المباراه من الحين الى الاخر يرتفع، واكيد ننتظر الاهداف. اكثر خطوره الترجي الجرجيسي في هذه الفتره. الدقائق الاخيره معروفه. كره مقطع مره اخرى يخسر كره دفاع الترجي الجرجيسي ترجع من جديد. جاسم الحمدوني محاوله التوغل. جاسم الحمدوني مركب المدافع في نجوم النادي الترجي. الاعاده ولا التدخل الاخير. الترجي الرياضي الجرجيسي نسيم هني يرجع كره، والمخالفه لصالح النادي السفيقسي. السفيقسي خلينا الشوط الاول بنتيجه التعادل دون اهداف بين الفريقين مع توفر بعض الفرص. نتمناو ان نشوف كينغستي ايدو حكم المباراه نعيم حسني ساعدو، كل من وليد الحراق وطارق الجلاسي، والهجوم لصالح النادي السفيقسي. لكن تقلك مختار فان عاوتي ولكراسي جرجيس وشادي عيد كيمان من جندوبه، والهجوم للنادي السفيقسي. الركنيه الركنيه دائما عن الهدف من هنا او من هناك في هذه المباراه، ولكن لحد الان يلعب مع ماهر الحنش. ماهر الحنش على الجهه اليمين. ماهر الحنش والكره من الدفاع تخرج. هذه كلمة ماهر الحنش حكينا عليها منذ دخوله. رياضة وفن. نذكركم مشاهدينا الكرام المرة السابعة بين الجمعية الافريقية الاخرى. مالك بحر. مالك بحر يلعب كرة قصيرة مع بهاء الدين دفاع الترجي الجنوب. واصل عملية فرصة هدف رابع. فرصة هدف. تدخل درجة حرب. لاعب فريق الترجي الجنوب مازال بلال الخليفي. عمل مباراة كبيرة اليوم. عمل كل شيء الخليفي. سجل. أثر الأهداف براوغ. عمل يعني تفوق العدد على ينقل الموقف. شكيب دائما الافريقيه تقدم في ثلاثيه نظيفه هنا في ملعب رادس امام ترجي. والحماس يزداد رمزي، والحماس والتشويق الكبير اليوم. مباراه الاياب كره كبيره مع يحيى. اتجاه الشبيخ يا تسديده، والدفاع موجود. الفريقين 17 انتصار في 17 مباراه. الافريقي فاز 17 مباراه وانتصر في 7 مباريات وانتهت 19 مباراه بالتعادل. اوراق المدرب الفرنسي فيكتور مارشي وحسابات المدرب الفرنسي باهيه براوغه. التحضير والتغطيه من جانب دفاع الترجي الجديد. بالنسبه لترجي الجنوب ترجع كره طويله صابر خليفه العائد الكابيتانو للافريقي يدخل منطقه الجزاء. صابر خليفه التوزيع عرضيه الكره وقطع الكره. قطع الكره من دفاع ترجي الجنوب. هذا العمليه الاخيره وقطع الكره في العمليه الاخيره من جانب المدافع. بطولات الاتحاد الرياضي الفلسطيني. ترجع الكرة على يسار دفاع الاتحاد الفلسطيني وتخرج ركنية لصالح النادي الافريقي. حمزة العقرمي يشوف الإعادة العملية. التحذير من صابر خليفة العقرمي
وهذا اللاعب مسامة البجاوي اللي عنده خيط. وطبعا يا اخي بعد ان تم اخطاؤه في لقاء الملعب التونسي جوج مباريات عقوبة عدم مباراة وما زالت مباراة بالنسبة لكل ركنية الإشارة واضحة. هذا الإعادة لتدخل الأخير من جانب المدافع مدافع ترجي جوج زهير الزوادي. الزوادي يمر للتوزيع في القائمة الثانية. الدفاع موجود مقدس صبر خليفة رجعت لأحمد خليل التسديد كما جات وعادت من زهير الزوادي. الزوادي يمر للتوزيع في القائمة الثانية. الدفاع موجود مقدس صبر خليفة رجعت لأحمد خليل التسديد كما جات وعادت من الدقيقة الأولى في المباراة. ترجع الكرة من جديد من دفاع ترجي جرجيس للملعب التونسي والكرة داخل مناطق الجزاء عند الملعب التونسي. ثم تواصل خارج حدود الوطن الهلال السوداني للاتحاد الليبي وأخيرا صلاح الملعب التونسي. نعطيكم فكرة عن زوج تشكيلات ثم التغيير. دخول ركيعي عنده كرة بين لاعبين رجع كرة إلى الخلف تبقى الكرة عند مالك بحر حارس المرمى أيمن جبلة. أيمن جبلة يتقدم بالكرة التوزيع في اتجاه شهاد الجبالي. تكليد لوريال للحارس أيمن جبلة بسرعة لزهير الدواتي لاعب اللي وقف أيسر في تشكيلة الترجي الجيوسيسي وفريق الترجي الجيوسيسي وبطل التعادلات في الحقيقة من لاعبي ترجي جرجيس قوي جدا وتقدم إدريسان يانج. إدريسان يانج يوزع الكرة ممتازة جلالي عبد السلام يلمس الكرة وبهاتين عثمان متقدم يحط الكرة في ضربة الجزاء. وصلت بهاتين عثمان واحد من أفضل لاعبي ترجي جرجيس. هاي لقطة أمامنا من الحكيم من الحكيم كان معود على المليون ترجع ترجع من بهاتين عثمان يختم باب المعوري ينتظر عماد الجوري يرفع بعض الامتار يحط على كتوب فاذا باب المعوري مره اولى مره ثانيه ضربه حدث على الكره يرجع الهجوم في بهاتين عثمان كوره المازني ينفذ الكوره تبقى الكوره عند برهان الحكيمي يحاول يربح ضربه زاويه ولكن المساعد يشير بوجود يبحث عن العمق الهجومي جرس الزاوي الكره ترجع فابريس اونانا يلعب الكره في اتجاه ايساكا ابو دو يخلط ما يخلطش اس ايساكا يخلط ايساكا يدخل معاها الدفاع محمود العبيدي يمشي لمصعب سيسي دو مصعب سيسي زمن والدفاع مثبت الدفاع على تراحة محرز بالراجح يلعب الكره واحده اثنين مع محمود العبيدي لكن تقص
من المدافع بابن عمر يطلب الشوط لعبيد نادي بن حمحم كل عمر يعني يطلب المهاجمين باش يقدموا له الكره يعاودوا يبنيوا كل المباريات نرجع للكره نرجع من محمد تتواصل العمليه عمر زكري متفرش الكره يعاود يحضر الكره التصوير من غيث الصغير وزكري على ترجي الرياضي الجرجيسي محمد بن شلبي شلبي يلعب مع الدوب العفاف رامي بوشليفه تصبر الكره خداها سلح الملعب الجبسي بعد ما انكسر حمزه حدا مشات الاتجاه لكيلوت وحتى انتحال الازمه لانه جبنا في هذه الضربه احمد حسني ايضا شعر ببعض الاوجاع ويسلم بزاعه الضربه يشبه السيفي رجل العلي السكري يراوغ سيدك الوريمي عداش الكوره لكيلوت تقطع ذا الأصفر ورفعت وجه الورقة الحمراء ترجع الكرة بهجوم سريع على طريق على أدي جمش على أدي جمش تابع المدافع أبطال الأخيرة يلي الدقيقة التاسعة من الشوط الأول كانت على أدي جمش بعد شكل